أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول فيه: ما حكم استماع الأناشيد الإسلامية لأجل أن تحل محل الغناء؟ لا تستمع للأناشيد ولا للغناء، كلا الأناشيد من الغناء، هي نوع من الغناء وليست إسلامية. الإسلام ليس فيه أناشيد، وإنما هذا اسم مبتكر عند بعض الصوفية أو بعض المتشبهين بالصوفية. الواجب على المسلم أن يستمع القرآن وأن يستمع إلى ذكر الله عز وجل، وليس بحاجة إلى استماع الأناشيد التي تأخذ وقته وتلهيه عن ذكر الله عز وجل. نعم. بعضهم الشيخ يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم وفقا بالقوانين أنجز. هذا واحد ينشد، واحد في السفر كان ينشد بلحن، يعني أي واحد في السفر بصوت واحد، ما هو صوت جماعي وأناشيد جماعية منغمة كما هو الحال عليه الآن، ليست هذا من هذا النوع. ففي السفر إذا مل الناس من السير فلا بأس أن يحدو واحد بصوته من أجل الإبل تسير على صوته، ومن أجل أن ينشط المسافرين ويطرد عنهم النعاس. نعم، صوت واحد، شخص واحد، ما هو أناشيد. نعم.